المكرم حاتم الطائي، يمكن حضرتك تحدثت عن الملف السياسي تحديدا والتهدئة في المناطق الملتهبة أو المشتعلة تحديدا بالصراعات، لكن يهمني أيضا أن احنا نتكلم على الملف الاقتصادي في ظل يعني نقدر نقول الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تلاحق العالم، بداية من جائحة كورونا، نقص سلاسل الإمداد، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية. يعني أهمية أو هذا الملف كيف سوف يناقش اليوم في المباحثات الثنائية التي سوف تتم ما بين الرئيسين؟ خليني أقول لك في البداية، ويعني لمستمعينا عندكم ومشاهدينا، أن هنالك هذا الصباح تم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات وست مذكرات تفاهم والعديد من البرامج التنفيذية، نعم، في يعني تعزيز المنافسة وتروج الاستثمار و الجامعات والبيئة وغيرها، يعني من الاتفاقيات. كل هذا يصب في مصلحة زيادة التبادل التجاري بين البلدين لكي يصل عاما بعد عام إلى مستويات متقدمة. فهنالك طبعا أيضا مجلس الأعمال العماني المصري المشترك، صحيح، واللجنة المشتركة بين البلدين، وهنالك الكثير. نتمنى يعني أن الجهود لزيادة الأرقام الاقتصادية بحيث نصل إلى مستوى أفضل مما نحن عليه اليوم. السوق المصرية واعدة للغاية، ويمكن للمنتجات العمانية أن تجد طريقها إلى الأسواق المصرية، والعكس صحيح. يعني أيضا هنالك الكثير من المنتجات المصرية التي يمكن زيادة التبادل التجاري من خلالها. فأعتقد أن التعاون كما تفضلت يعني التجاري والاستثماري وتحسين بيئة الاستثمار وعدد من الاتفاقيات، كل هذا يعني سيساهم في زيادة الأرقام إلى مستوى الطموح الذي نأمله جميعاً.